السلام عليكم، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جبرتوني في ليفتيست غنشارك معكم الرباخه الاخرانيه. المهم عامل الرباخات في شي بياسات كيف ما كتشوفوا. هذيك السيوات هادو صيفيين، عاملين لهم 4 ديال الاورو كيف ما كتشوفوا، 3 الاورو 99. هادو كيجيو مفتوحين وكيتجم كيتشدوا في الجم، عندهم واحد الخيط. الخويط صراحه ما كاينش اللي كساوي بحال اللي كيجيبوا شحال هادي. مهم هذا العام هذا ما جابوش كساوي طوالين كما كانوا كيجيبوا شحال هادي. كاين هادو ب5 ديال الاورو، وكاين هاد الشكل هذا حتى هو ب5 ديال الاورو كما كتشوفوا. هادو بعدا يدهم طوالين شي شويش، وكاين هاد الشكل هذا كيجي مقطن، يعني ماشي مقطن، فحال ديال الصوف سخون. هادو وهادو دخلوا مجددين ب17 الاورو، لكن هادو الثوب ديالهم بحال ديال الستر، يعني بحال حوايج ديال النعاس وصافي، ما صراحه ما زوينين شي. وهنايا بالنسبه للتخفيضات، هاد الخريسيات هادو كما كتشوفوا عاملين لهم 6 ديال الاورو. اللون صراحه مزيون عجبني، وتا هذا الثوب ديالهم مزيون. هنايا كاينين هاد الكاسادورات هادو، كيجيو بحال الكاسادوره ديال الجار، عاملين لهم 13 الاورو. المهم كاين شي حوايج منقصي فيهم، ولكن كاين شي حوايج لا. واللي عجبوني بزاف هما هادو، عاملين لهم ب14. هادو دخلوهم صراحه مزيونين، خفيفين، صالحين للربيع. فيهم هاد اللون هذاك اللي بحال الصفيفر، وكاين هذا خضر كما كتشوفوا. بالنسبه للسراول حتى هما ماشي شي حاجه صراحه، 7 ديال الاورو. كاينين هادو 7 ديال الاورو 99. الثوب ديالهم غليظ بزاف وواقف. المهم انا صراحه ما عجبوني شي بالنسبه للسراول هادو، ماشي تتما. هادو مزيونين، هادو الثوب ديالهم مزيون، واخا اللون ماشي تتما ولكن مزيون، ب3 الاورو 99. وحق الثوب ديالهم صيفي، كانوا ب7. المهم هادشي اللي كاين كما كتشوفوا. كاينين هادو اللي كيجيو مصوفين. بالنسبه لهنايا كاينين السيكان، حتى هما عاملين لهم 3 الاورو كما كتشوفوا. في المهم بحال خضيدار، بحال صفر، لون شي شوي، المهم ما معروفش هاد اللون كيفاش عامل. ستيتو حتى هو كما كتشوفوا. المهم صراحه ما به شي. دابا غادي ندوزو للحوايج ديال العيال. هنايا اول حاجه كاينين هاد البوديس هادو ب3 الاورو، فيهم 5. هادو اليدوم ديالهم طوالين، فيهم ديال البنات وفيهم ديال الكره، وفيهم حتى الطايات كما كتشوفوا. صراحه الثمن ديالهم مناسب، فيهم 5 هادو كاملين كما كتشوفوا باقي عندهم. وحتى التقاشر وديك الملابس الداخليه ديال الاطفال حتى هما مناقصين فيهم. بالنسبه للتقاشر وابتداء من اورو هادو كاملين كاينين هاد الشكل هادو، كيجيو 4 واقيلا ولا 5 فيهم. وكاين اللي غلاطين وكاين اللي ماشي غلاطين بزاف. وكاينين هاد البيخامات هادو حتى هما عاملين لهم 4 الاورو. وبالنسبه لهنايا 5 ديال السليبات عاملين لهم 5 الاورو. وبالنسبه للبانطوفات هادو اللي عجبوني بزاف في كل شيء، عاملين لهم 6 الاورو. وهذيك راه هي اللي عامله بحال صبيبه طاوله بحال هذه، 5 الاورو. صراحه اللوين ديالهم مزيون، وحتى الكاليتي ديالهم مزيونه. هنايا بالنسبه للاكسسوارز ديال الشعر ابتداء من اورو. بالنسبه لهنايا بوطاس، هادشي اللي كاين كما كتشوفوا، هاد الشكل هذا وصافي اللي كاين، اللي مخفضين فيه 15 الاورو. هذا ما بهشي صراحه مزيون. وكاينين حتى سبردينات غادي نوريه لكم، حتى هما مزيونين. وبغيت نشارك معكم قبل الابريغوس اللي دخلوهم ب39. هادو عارفو مزيونين بزاف، عجبني حتى هاد اللون هذا. وطوالين وغلاطين صراحه مزيونين، عجبوني انا هادو. ما عرفتش فين يقدروا ينقصوا فيهم، ولكن هادو ما مخفضين شي فيهم. وبالنسبه للسبردينات هادو اللي مزيونين دابا صراحه انا عجبوني، ولكن كولور شي شويش ما عجبنيش. عاملين لهم 10 الاورو. هادو كيكونوا خفافين، كاين هادو وهادو في الكري. هادو في الكري فيهم ديك اللون من داخل ديك بحال الصومو وصافي. هنا بالنسبه للابريكوس ديال العواول، انا قلت لكم هاد الكولوريس هادو النارنخه وهادي، انا صراحه ما عنديش معاهم، ب13 ديال الاورو ما نقصوا لهم شي. وهادو ردوا مقيله ب9، لما خفت نكذب، هذيك الخضره ب9. هنايا هذيك صبيبطات العوز تيتوين بانطوفات ب3 الاورو. بالنسبه للابريكوس اخرين اللي عجبوني بزاف في الكري
وما منقصينش فيهم، باقيين نفس الثمن. ما عرفتش شي، هما اصلا كانوا شحال هادي، ولكن رجعت موراهم ما جبرتهمش نقصين فيهم. بالنسبه لهنايا هادو جوج بياسات شورت وكامسيتا، يعني 5 الاورو. جوج شورت 9 وتاني ب4 الاورو. المهم كاينين تخفيضات وكاين يعني شي حاجه وصافي. هنايا هادو 3 ديال الاورو، هادو كيجيو سودا تيرات تيماتيكاس وقيلا كيقولوا لهم، كيجيو بحال ديال الرياضه وصافي. هنايا الكاميسيطات 4 الاورو. بالنسبه للسبردينات كاينين هادو ب13، كانوا ب22 ودوهم ب13. شحال هادي سبردينات كانوا كيعملوا لهم غير 7 الاورو. وكاين هاد الشكل هادو، هادو صراحه اللي عجبوني، ولكن بقيت المهم ماشي شي تخفيض صراحه، مزيونين. نشوفوا شحال يقدروا ينقصوا لهم في الاخر. هاد اللون هذا عجبني ب13، وكاين هاد الصفر هذا والخضر وصافي. وكاينين هادو اللي كيطلعوا هادو 13 الاورو حتى هما. بالنسبه للكاميسيطات كما كتشوفوا، المهم صراحة موجودين كاميسيطات بالتخفيضات كيف ما كتشوفوا، 3 الاورو، ولكن ماشي بحال شحال هادي. شحال هادي صراحة كاميسيطات كانوا غير اورو اورو، وديك شي دبنات عاوتاني ديك الكاميسيطات اورو. هاد العام هذا ما عجبونيش صراحة التخفيضات نهائيا، ما عرفتش واش غير انا ولا كل شيء. الحاجة الوحيدة اللي عجبتني بالنسبة للبنات هما هاد الابريغوز هادو ب7 الاورو كما كتشوفوهم. راه كنت وريتهمكم في صورتو، ما عرفتش هزيت بياسة في يدي، ما عرفتش واش تمسح لي، غادي نشوف الا كان باقي لي. هنايا هادو ديال العواو صغارين. بالنسبه للعواو صغارين ابتداء من 6 شهور الفوق، يعني العام 3 سنين، كاين بياسات هنايا جوج بياسات 6 الاورو، جوج د الاورو هنايا مثلا. اصلا هادو اصلا رخاصين، يعني اصلا كانوا 3 الاورو، هما 4 الاورو دوهم 3. كاين ناس سودا دايره بسريول ديالها، داكشي ديال البيبيس هادي موجود صراحة. هادو بجوج د الأورو، المهم 3 الأورو. هادي كاميسيت، ماشي كاميسيت، كسوا بحال بيخامة ديال النعاس. كاميسيتات عاوتاني هنايا بسبيدو ديالهم ب4 الأورو ديال ميكي ماوس. هداك الشيء ديال قلتلكم ديال البيبي موجود صراحة، هادو ب5 الأورو. جوج ديال الكسيوات ديال الدبنيتات كاين ما يتشاف داكشي ديال العيان. المهم العيال ابتداء انا قلت لكم 6 شهور وحتى 3 سنين، وبالنسبه لطايا 3 سنين كيطيروا بهم، ما كتجبرش. صافي. هنايا بالنسبه لهذيك السيوات هادو تا هما عجبوني 3 الاورو، ولكن طايا 3 سنين ما جبرتش. مزيونين صراحه للصيف، ولكن بالنسبه لي باقي عنده العيون صغارين يبروبي تشرف هاد التخفيضات صراحه. بالنسبه لهادو 6 الاورو هادو طاروا بهم، كاين غير طايات صغارين، هادو كيجيو سودا دايره طوالي فما بقاو شي. وبالنسبه للحاجه الوحيده، باورو، المهم 99، هما هاد لي بانطوفات هادو هما اللي كاينين بديك الثمن. سبردينات ديال البنيتات هادو ب10 اللي في الروسه، وحتى هادو ب10، يعني هادشي اللي كاين. بالنسبه لديك سوا الروخه هادي هي اللي بقات من ديك الكساويت شحال هادي، انا قلبت التليفون هيدا دار. بالنسبه لهنايا ابتداء من 3 الاورو، ولا كلشي هنايا 3 الاورو. بالنسبه لهاد الكامسيطات مكتوبين بالعربيه، مهم كاملين بيهم هما مكتوبين كما كتشوفوا. اوقات التي قضيناها مع فيها 3 في ب3 الاورو، المهم هادشي كامل ب3 الاورو كما كتشوفوا. هادوك باقي فيهم، وانت حيت عاوتاني هيداك داكشي ديال البنيتات ب3 الاورو. هنايا كذلك سبيدوات جوج كيجي باك مع بعضيتو ب3 الاورو 99، هما عاملين ديز دي، يعني تقدروا تجبروا كتر شي بياسه الثمن ديالها كتر. 3 الاورو 99 سبيدو في الزريرق، واخر في الروسا. وبالنسبه لهنايا 3 الاورو 99 السودا دايرات. بالنسبه للسودا دايرات هذا العام هذا عاوتاني والو، ما كاينش شي حاجه، ما نكذبش عليكم ما عجبتني شي. المهم انا اغلب شي بياسات انا صراحه شريت هذا العام هذا من شين، وما شريت شي من تيمدات، ما نكذبش عليكم ما عجبتني حتى حاجه. بالنسبه لهادو 5 الاورات سودا دايرات، وهادو اللي مزيونين في الكحل هادو وقيله 7 الاورو، لما كنخاف نكذب هادوك 7 الاورو، المهم 8 الاورو.
وصافي بنات هادشي اللي كاين. المهم عملت لكم جولة تعرفوا شنو كاين، كنتو باغي تمشي ولا ما تمشيوش. بالنسبة لأنا غادي نستنى ان شاء الله سيكون دار الرباخة، نشوفوا شنو كاين، واش كاين شي بياسات مزيونين ولا لا. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استمتعتوا معايا، وما تخش... ما تنساوش تخليوا لي اللايك والتعليق ديالكم، وكذلك بارتاج بارتاج بارتاج. تلقاو فيديو قادم، السلام عليكم.